يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. كل سنة وحضراتكم طيبين. تاني أيام عيد الفطر المبارك، كل سنة وأنتم بخير وكل الأمة الإسلامية بخير، والشعب المصري شعب كريم وشعب يستاهل كل الخير. النهاردة مع بعض زي في رمضان ما سبتكمش، كنا معاكم خطوة خطوة. احنا برضو في أجازة العيد عارفين ان احنا قاعدين في البيت بنعيد، وعايزين برضو نعمل حاجات حلوة وسهلة، وخارجين من رمضان من المسمن والمحمر والمشمر والحاجات اللي خلت لنا أوزاننا تقلت. فتعالوا مع بعض هنعمل ايه النهاردة. معانا حتة لحمة من الألتر كوت جميلة جدا، حتة عزيزة كده في الدبيحة سواء العجل أو الخروف، هنعملها مع بعض النهاردة مشوية مع الأعشاب. هنشوف نشويها ازاي مع بعض، ومتبقاش حلوة غير لما تاخد مكعب زبدة كده لطيف وحلو واخد الفليفر بتاع الروزماري مع الزعتر، ونشوف هنقدمها لحضراتكم ازاي. معانا طاجن تورلي النهاردة، وحقوق الطبع لدينا وبس، كلنا بنعمل التورلي، بس ان احنا نعمله بدون لحمة وفراخ عملناه، بس انا هعمله النهاردة بالبيستو صوص. ايه هو البيستو صوص ده؟ ريحان اخضر واخد لوز او عين جمل او صنوبر، اي نوع من المكسرات غالي شوية، مع عين جمل وتوم. فالخضار بتاعي هنا هيتعمل مع البيستو صوص، طاجن تورلي جميل جدا ده في ايام العيد وفي اجازه العيد، حاجه لطيفه وجميله، وفرصه ان احنا نبعد عن اللحوم شويه والفراخ شويه. معانا مافن النهارده بالبرتقال، كلنا عارفين البرتقال فيتامين سي، والاطفال الحلوين ممكن الكحك شويه فيه دسامه، واحنا بناكل كحك برده، معانا الكحك في العيد زي ما حضراتكم شايفين، معانا ايام العيد كلها. حابب اعمل حلو طفولي كده لطيف اسمه مافن البرتقال بطريقة الخاصة، هنقدمه لحضراتكم النهاردة، وحاجة جنب كحك العيد، حاجة جميلة زي الفل. طيب السلطة بتاعت النهاردة حابب ان هي تكون كمان قيمتها الغذائية وتساعد على تخليص الجسم من الكوليسترول والدهون. ايه اللي ممكن تكون طبق سلطة؟ هعمل سلطة الخس بخل التفاح. خل التفاح وخل البلسمك الاثنين واحد في الطعم، هياخدوا عصير ليمون وزيت زيتون، والسلطه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا وليها فايده، اللي هي بتخلص الجسم من الكوليسترول والدهون. خلينا نشوف حلقتنا النهارده فيها تفاصيل، فيها خبره طهويه، فيها كمان اكل صحي تختار تاكل اللي انت حباه من على السفره بتاعتك. وعيد سعيد علينا وعلى كل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والتفاصيل عندنا كالعادة على شاشة القناة الأولى مع بعض النهاردة مع تاني أيام العيد. مطلوب مني وواجب عليا وليكن فرض كمان، إن أنا طالعين من رمضان كل سنة وحضراتكم بخير، أكلنا حاجات كتيرة فيها دسامة، حلويات، سكريات كتيرة، طواجن، ما سبناش حاجة غير لما عملناها مع بعض. حلو الكلام ولا مش حلو الكلام؟ مش سامع؟ لا سامع كده. تعالوا مع بعض نعمل طاجن تورل النهاردة. في جزر وفي كوسة وفي بطاطس وفي هريسة حمراء اللي هي الفلفلة الحلوة، وفي لفتة جمالية وفنية طهوية من الشيف المغازي، لا هو لحمة ولا فراخ، هنعمله مع البيستو صوص. كلنا عارفين البيستو صوص عبارة عن لوز بياخد ريحان وياخد توم وياخد زيت زيتون وينضرب في الكبة، وهو ده يبقى عندك برطمان في التلاجة. طبق باستا تعمليه بيه، طبق ستيك مشوي، بيكاتا، تورلي زي ما هعمله النهارده، حاجه جميله وزي الفل. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. مقاديره يا استاذ رحاب، معانا بطاطس، معانا كوسه، معانا جزر، معانا تشكيله من الفلفل، معانا هريسه حمراء حلوه، معانا شويه روزماري على زعتر، معانا كمان معلقه من زيت الزيتون او السمنه زي ما انت عايزه، مفيش اي مشكله. والبيستو صوص عباره عن ريحان اخضر ولوز او عين جمل، اللي موجود عندك مفيش مشكله. وطبعا بياخد كمان زيت زيتون مع قليل من الملح حسب الرغبه. دي المقادير اللي موجوده على الشاشه، نقدر ان احنا نكتبها مع ورا بعض على ما نقطع الخضار مع بعض كده، ونشوف تقطيع الخضار ازاي هنقدمه لحضراتكم واحده واحده مع بعض. الخضار ممكن ما يقتصرش على الجزر والكوسه بس، ممكن تحط خضار اللي انت حباه كتير قوي على فكره.
ممكن تحط بتنجان، تحط قلقاس، اللي انت حباه. البطاطس هتقطع بالشكل ده كده. حلو. لازم تقطيعة الخضار يبقى برضو فيها ناحية فنية شوية، يعني كله يستوي مع بعضه. ما ينفعش ان انا اقطع مثلا الكوسة بحجم كبير والبطاطس بحجم صغير. اهو كده، اللهم صل على النبي. شوية بطاطس حلوين. البطاطس على فكرة لما بتكون جوه الترلي ما فيش منها مشكلة خالص، عشان برضو اللي يقولك ايه انا مش هاكل بطاطس، البطاطس مليانة، لا خالص، البطاطس بريئة، والرز المصري بتاعنا بريء من اي سمنة. على الاقل اللي بقولك الكلام ده ومسؤول عنه. يعني ايه يا عم الشيف وضح؟ يعني البطاطس طالما كلتيها مسلوقة، كلتيها مشوية، مفيش مشكلة، انما تاكليها مقلية في الزيت المشكلة بتيجي من قليتها في الزيت، خلي بالك. دي حاجة. الحاجة التانية اللي انا عايز اوضحها برضو مهمة، الرز المصري بتاعنا رز بريء. الرز ده عبارة عن رز فيه كربوهيدرات وفيه نشويات. احنا بقى بنعمل فيه ايه؟ بنديله بقى سمنة بلدي وقشطة في الرز المعمر، او بنعمل رز بالخلطة سمنة بلدي، الجو ده كله. فطبعا ده ايه؟ البطاطس اهيت. التحميرة دي مهمة زي الفل. والبطاطس بتتحمر، اللي هي تاخد وقت كبير شوية، بنزل عليها ببصلية حلوة. شفت طريقة عمل الترلي؟ بصل زي ده كده ينزل، بصلية ناعمة بتدي طعم. معانا توم يا عم الشيف، ومعانا بصل سليم كمان بيتقطع في قلبيها زي الفل. بصل مفيد على فكرة جدا، مفيش منه مشاكل خالص. يبقى الترلي فيه بصل كده. اهتم شوية بتقطيعة الخضار. معانا كمان جزر اهوت زي الفل. التقطيعة دي مهمة، نقطعها نصين كده. خلي بالك الجزر ده لازم انك انت تأسسيه في التقطيعة. يعني ايه يا شيف؟ يعني ما ينفعش انك انت تقطعي الجزراية وهي بشكل دائري، عشان ممكن تعورك السكينة. الحاجات ديت مطلوبة خاصة للمبتدئين في المطبخ. بالشكل ده كده، ونيجي هنا نقطعها كده واحدة واحدة مع بعض. نصين كده، نفس القصة كده. والجزر معانا كمان ينزل في قلب الخضار. أي خضرة عندك حطيها. ترلي ده طبق ممكن نعمله باللحمة، نعمله بالفراخ، نعمله بداود باشا، زي ما أنت عايز. نقلب دول كده وأنا شغال كده واحد واحد. معانا الكوسة بتاعتنا زي الفل. كوسة تجيبيها كبيرة تجيبيها صغيرة، الكوسة لما تيجي هتقطعيها غير انك انت تشتريها في الحشو. الحشو طبعا لازم تكون كلها شكل واحد. ادي الكوسة كمان بنزل بيها بالشكل ده كده، نفس القصة ونفس الموضوع. حلو. جالنا دلوقتي سؤال من الكنترول، شيف مغازي الرنجة امبارح والفسيخ بتاعك كان حلو، كسر الدنيا على السوشيال ميديا. كنا عاملين امبارح حلقة فسيخ ورنجة، كان مهرجان رنجة امبارح. ففي تفاصيل شوية عن حواوش الرنجة. بيسألوا انت عملته بالعيش الشام، ينفع نعمله بالعيش البلدي؟ ينفع بالعيش البلدي. العيش البلدي بتاع الطابونة او بتاع اللي احنا بنشتريه، ممكن نعمل بيه الحواوش اللي عملناه امبارح. بتجيب الرنجة تاني، علشان اللي بيسأل على السوشيال ميديا، نخلي الرنجة، ناخد اللحم بتاعها نقطعه صغير مع بصلة ناعمة، مع قرن فلفل حار، مع معلقه فلفله حلوه كده زي الفل، خليها سبايس شويه اللي هو المحرمش، تحط شويه زيت زيتون. ايه التركيه بتاعت الشيف المغازي؟ حطيت معلقتين من الزبده جوه الرنجه، الله عليك يا عم الشيف. وجبت العيش البلدي، كان معايا عيش شام امبارح، انت تجيب العيش اللي انت حباه وتحطي قلب الرنجه فيه وتحطيه على الجريله او على الطاسه يتحمر ويبقى معاك زي الفل. معايا فلفل احمر كده زي الفل اهوت، باخدها كمان. الفلفلايه دي حلوه اهوت. انا مش عايز اعمل الترل بالطماطم صراحه، انا عايز اكتفي بس بالايه، بالخضار. مش عايز احط صوص طماطم او طماطم معصوره في الخلاط. اعلل ولماذا؟ الطماطم لما بنحطها مع تشكيله خضار حلوه زي كده، الكاميرا بتحبها لان بتبان التفاصيل بتاع الخضار على الشاشه، بيعمل بيداري الشكل بتاع الخضار. فانا خلينا نكتفي بلون الخضار كده، وانا حطيت فلفل حلوه. ممكن تقطعي طماطم سليمه وتحطيها، يعني ايه؟ تجيبي طماطم تقطعها مكعبات وتحطيها حسب الرغبه يعني. هنسيب الخضار على النار كده من غير ميه، يتشوح كله مع بعضه زي ما هو كده. هنزل عليه بالتوابل. تشكيله الخضار دي حلوه قوي.
اللهم صل على النبي. فين المحمر والمشمر؟ كان لسه من اسبوع الشيف المغازي السمبوسه والفول والقطايف الملح كده والفلفل الاسود بتاعنا ده كده، سنه بابريكا، دايما بحب البابريكا دي هاديه مفيش مشكله منها، زي الفل. حلو، احط شويه كركم مفيد جدا للجهاز الهضمي، بينقي الكبد من الدهون الكركم، خلي بالك عايزه تجودي حط شويه كاري مع البيستو ده يدي له طعم حلو. كل التوابل دي يا عم الشيف، كل التوابل دي هنقلبها مع بعضيها. الله، بدات اشم ريحه حلوه. بدات اشم ريحه حلوه. فين يا درش اللوز؟ عايز اللوز وعايز الريحان. حلو، كل ده مع بعضه. حلو قوي. تعالى، في ناقص حاجه هنا بقى، التوم. ننزل بالتوم بتاعنا الحلو ده كده اهو. الله وصل، اللهم صل على النبي. شويه توم حلو كده زي الفل، ما يتحمرش التوم، انا عايزه كده. الطرل ده من غير لا لحمه ولا فراخ، بس اذا عندك شوربه فراخ في الثلاجه او شوربه لحمه في الثلاجه ده ما يمنعش انك انت ايه تستخدميها عادي، مفيش مشكله. هنبدا نحط السائل بتاعنا، ميه بتغلى على النار او في البراد بتاع الشاي. بس انا اعمل حاجه لطيفه دلوقتي، معايا عود نعناع اخضر حلو كده. يلا هات يا ابني، تدخل دول كلهم مع بعض اهو زي الفل. الميه دي كده هو ده. الغلوه دي مهمه، بس خلاص واقفل النار بتاعتي. طلعني فاصل يا برنس حبيبي زي ما تحب. الله عليك، الحمد لله على السلامه. حاضر حاضر. نقلب دول كلهم مع بعض. كلت كحك العيد يا شفيق ولا لسه؟ حبيبي، ده انا النهارده عامل لك حلو بقى. ايه؟ هنخرج من جو كحك العيد، مافن البرتقان هيعجبك قوي على فكره. نطلع فاصل؟ طب نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. خلونا نلفت الانظار شويه للحلويات اللي ممكن تعملها في البيت، شويه مهلبيه حلوين، شويه جيلي، يعني مش عايزك تعتمد على كحك العيد وبس، لانها سمنه برضو وغريبه سمنه، وهتلاقي مفيش كحك العيد بيخلو من السمنه البلدي او الزبده. فانا عامل مافن النهارده حلو كده، فيه برتقال وفليفر حلو، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. هنطلع فاصل صغير ونرجع نعمل البيستو صوص اللي احنا هنغلف بيه ونطور بيه الطرل بتاعنا وندخله الفرن. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بصراحة الريحة قوية جدا، لا فيها لا فراخ ولا لحمة ولا سمك ولا داوود باشا، شوية خضار جبتهم من قلب باب التلاجة، والله مشترينا حاجة. تفتح التلاجة بواقي رمضان، رمضان ده بيخش بالكرم بالزهد والزود، ونلاقي حاجات كتيرة في التلاجة. جبنا الكوسة والجزر والبطاطس وفلفل وكل ده مع بعضه، وقطعناهم في قلب الحلة، وإضافة الشيف المغازي هنا بقى ونسيبه يغلى على النار. تعالوا نعمل البيستو صوص مع بعض، دي مهم جدا، لان لما عندك ده برطمان وتخليه في الثلاجه معاك هنا افكار كتير قوي. عايزه تعملي بيكاتا هتعملي، عايزه تعملي باستا هتعملي، كل حاجه حلوه. معانا لوز، يا مزاجك اللوز يا شفيق اهو. كل سنه وانت طيب يا غالي. لوز متقطع ومعاه ريحان اخضر في قلب الكبه اهو، ريحان اخضر ولوز زي الفل اهو. وهنحط توم. توم حلو. عملت ايه تاني؟ لوز وتوم وريحان اخضر حلو. ونحط زيت زيتون مع دول، زيت زيتون بس خلاص، مش هنحط ملح خالص الملح ده حسب الرغبه، تعملي ايه تضيفي الملح اللي انت حباه. اوعى تحط على البيستو صوص وانت بتعمليه ملح ونقفل كده ونشغل كده ريحان اخضر وكلهم مع بعض كده حلو. ايه الحلاوة دي يا شيخ؟ نزود الريحان كمان علشان يبقى لونه اخضر وكمان كده بس خلاص، نرفع كده زي الفل. هناخد ده زي ما هو كده، وفي قلب البرطمان هنخليه بوله جنبنا هنا كده. استخداماته كتير قوي، عد على صوابع ايدك العشرة كده وانت معايا،
اي طبق مكرونه تحط فيه البيستو صوص هتبقى قيمته الغذائيه عاليه جدا ومفيد جدا، لان مكوناته توم ولوز وريحان. حلو، هتعملي طبق فراخ بكاتا تحط فيه البيستو صوص، استخداماته كتيره قوي على فكره. هتعملي ستيك مشوي وتحط منه هيبقى لطيف جدا. تعملي مكرونه بشاميل هتبقى لطيفه جدا. اهو. تعملي سمك بقى ما اقولكيش، هاتي من عند الجمبري البتر فلاير، تعملي فيليه مشوي مقلي زي ما انت حباه، تحط من الخلطه دي لطيفه جدا. اهو تاخدي معلقتين من دول وتحطهم على مايونيز، وتعملي مايونيز بالبيستو صوص تقدميه مع الاطباق المقليات تبقى لطيفه جدا. كل اللي بقوله ده دي يعني معاكي للصبح. هناخد الخضار بتاعنا اللي احنا سويناه هنا بالشكل ده كده، وناخده ونفضيه في الطاجن اللي هيخش الفرن. انا عايز احط الطاجن ده في الفرن عشان ايه؟ خضار. اللهم صل على النبي. هنشيله كده من الشوربه. استوى زي الفل، لسه ما خلصتش. اللهم صل على النبي. فين اللحمه يا شيف؟ اكلناها في رمضان. فين الفراخ يا شيف؟ اكلناها في رمضان. احنا بعد رمضان العيد كل سنه وانتم طيبين، معاكم مش سايبينكم في اجازه العيد، ونصايحي ليكم ازاي ان احنا مطبخنا كمان يكون شبه مطبخ صحي، ما بال يكون صحي افضل يعني، علشان نقدر نعمل نصلح اللي احنا عملناه في رمضان. احنا ما عملناش حاجه وحشه يعني عشان نقول نصلح، يعني اكلنا حاجات فيها دسامه وطواجن والحاجات الحلوه اللي حضراتكم عارفينها. ده الصوص هو ده بقى التركايه هنا، بيغلى على النار اهو. شوف التركايه. هاخد البيستو صوص بتاعي، شوف بقى هو ده الشغل بقى. ده المطبخ اهو زي ما هو كده اهو. واخد كده ايه معلقه، اوبا، زود كمان معلقه، حاضر ولا يهمك اهو. ونقلب. ده هنا ما تقوليش بقى فراخ ولحمه، هنا الموضوع في لوز يعني اوميجا 3، في عين جمل يعني اوميجا 3. عينيا هاخده زي ما هو كده يا عم الشيف، واشيل الحله دي كده سخنه على ايدك يا شيف، عايزينك اهو. ونشيل كل ده كده هو ده المطبخ اهو. واشيل ده كده زي ما هي باللي فيها باللي فيها باللي فيها. اللهم صل على النبي. دي حقوق الطبع لدينا وبس. هيخش الفرن، والله العظيم احلى من الديك الروم على السفره. زي الفل يا عم الشيف. درجه حراره الفرن عندي 180، هدخلها الفرن. اللهم صل على النبي. ايه اخبار الفرن؟ جاهز. يلا سخنه مش سخنه، اشيلها كده زي ما هي. زي ما هي كده. ايه رايك يا شفيق؟ راح على الفرن اهي معايا. فرسان التلفزيون المصري. التفاصيل من داخل الفرن، ولكن الفرن فيه عناصر غذائيه كتيره قوي، بدءا من الكوسه والجزر والبطاطس والفلفل الالوان، بيغلفهم قيمه غذائيه عاليه جدا من البيستو صوص. انا هعمل دلوقتي المافن، مافن البرتقان، هعمله لحضراتكم كده سريعا مع بعض علشان نحضره يخش الفرن عشان نكسب وقت. مقاديره على الشاشه. حلو الكلام، المقادير بتاعته على الشاشه. ولا نطلع بالستيك المشوي، ايه رايك استاذه رحاب؟ طب نطلع بالستيك المشوي، لان احنا محتاجين نحطه على الجريلا يستوي شويه على ما نعمل المافن مع بعض. مقادير الستيك المشوي على الشاشه، حته انتركوت حلوه كده، دول بيعملوا كيلو وربع تقريبا، معانا روزماري ومعانا توم معانا بصلايه ناعمه، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه جوزه الطيب. دي المقادير بتاعتنا على الشاشه. حلو الكلام، تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل المرينيه بتاع اللحمه ديت. معانا تومه عينيه اهو، توم، شويه خل التفاح، ومعايا خل بلسمك كمان اهوت. خل البلسمك ده بيدي للحمه طعم حلو جدا. ايه هو خل البلسمك ده يا شيف؟ اللي هو خل العنب اهو، زي ده كده مع بعض. ومعانا معلقه هريسه حلوه، ومعانا هنا ريحان وزعتر في ليفر حلو قوي اهو زي الفل. سقطه كده على الخلطه دي كده اهو، اعشاب اللي عندك. معانا زعتر اهو زي الفل، نفرمه بالسكينه كده سريعا اهو، بيدي طعم حلو قوي للحوم المشويه. الزعتر الفريش الطازه اللي معايا ده كده اهو، ناخده كده. اللهم صل على النبي. شويه الملح الحلوين وشويه الفلفل. عايز احط حته اللحمه دي على النار كده ونشم ريحتها الحلوه، والفلفل الاسود، شويه روزماري، نقلب دول كلهم مع بعض. اللهم صل على النبي. التقليبه دي حلوه. ايه الاخبار؟ فل، الريحه دي حلوه قوي. اشيل دي كده اخليها على جنب، واخد اللحمه بتاعتي. اللهم صل على النبي، واحطها في المرينيه ده كده اهو كده، واحطها على الجريلا تستوي.
حته اللحمه دي ما بتاخدش وقت كتير في السوى زي ما هي كده اهي. واخد دي كمان نفس القصه، معانا شويه زيت صغيرين على الجريلا، جريلا سخنه خلي بالك، تبعدي ايدك بعيد لان درجه حرارتها عاليه جدا. زي الفل ناخدها كده، اللهم صل على النبي. اهي اهي العب زي ما هي كده اهو اهو. خلاص الدنيا افطار دلوقتي. الريحه دي على فكره يعني لوحدها كده كفيله تخلي الواحد لو احنا بنعملها في صيام الله حط المريله ده بتاعنا يا ويلي يا ويلي يا ويلي، عايش جوه الادخنه. هو ده ده الستيك المشوي بتاعي او الانتر كوت بتاعي الحلو الجميل في قلب النار. الحته الانتر كوت ديت موجوده في الجزء الاوسط للذبيحه، العجل مثلا بتلاقيها في الجزء الاوسط من فوق، يعلو الجزء الاوسط من فوق، عشان كده هي حته لحمه سمينه بيكون سعرها غالي شويه، ما بتاخدش وقت كتير في السوى، حته عزيزه شويه خلي بالك، وما بتقعدش عند الجزار كتير، فعشان كده لازم تهتمي بيها وانت بتسويها بشويه اعشاب حلوين عشان الطعم بتاعنا ما يهربش من ايدينا. النظافه اول باول في مطبخك كده زي الفل تمام. ونغير كده الجلافز ده كده ونخش على الحلو اللي احنا هنعمله مع بعض على اللحمه بتاعتنا ما تستوي. مقادير مافن البرتقان بعصير البرتقان على الشاشه، عباره عن دقيق بيض في المقادير زي الفل، يعني نقول 3 بيضات لكوبين من الدقيق، بياخدوا فانيليا بياخدوا بيكنج باودر معلقه، معانا عصير برتقان 2 كوب زي الفل. شفت انا بروق الدنيا ازاي اول باول؟ مطبخك لازم يكون رايق لان ايام عيد وارد ان حد من صحابك يجي يعيد عليك ويفاجئك، حماتك فجاه تفاجئك، يكون مطبخك رايق وزي الفل. اخبار حته اللحمه نقلبها كده ونشوف جمالها. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ شوف حته اللحمه، شوف ده اهو ايه الجمال اهو اهو. يا نعم يا استاذه ريحان. الو مقادير، طيب تمام شفنا المقادير على الشاشه، تعالوا نعمل المافن مع بعض سريعا. انا يهمني رواقه المطبخ قبل كل حاجه. الباب يخبط دلوقتي، صباح الخير يا حاجه صباح النور، وتلاقي الحبايب كلهم على راسك في قلب المطبخ ومن ضمنهم حماتك، لازم تخش تلاقي مطبخك رايق. البوله الازاز اللي معانا فين؟ اهي ياني ياني حلو قوي. عايز اعمل الحلو في كسروله ازاز اهو، دي معانا زي الفل اهوت. المقادير ومعانا البيض 3 بيضات، معانا الزيت ومعانا البرتقال ومعانا السكر والبيكنج باودر. تعالوا سريعا كده نعملها مع بعض. اول حاجه بخلط المواد السائله لوحديها اللي هم الثلاث بيضات معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. البيض يطلع من الثلاجه مسبقا، اذا البيض في الثلاجه ليه يا شيف؟ طالما هنستخدمه في عمايل الكيكه، ونجيب مضرب حلو زي ده كده حلو قوي، ونخلط البيض بالزيت بالسكر ببشرة البرتقال الحلوة. حطيت ايه تاني يا شيف؟ حطيت 3 بيضات مع بعض اهمت، وحطيت عليهم ربع كوب من الزيت، وحطيت عليهم بشرة برتقال زي ما انا شغال كده اهو، زيت بيض بشرة برتقال كل دول مع بعضيهم احط الفانيليا عشان زفرة البيض، واقلب دول كده مع بعض دي السوائل 4 حاجات هنا، بشرة برتقال، زيت ربع كوب، بيض 3 بيضات، فانيليا كل دول مع بعض، سكر بقوا 5، نحط عصير البرتقال عليهم ده مافن البرتقال، يعني برتقال في برتقال، ونقلبهم كده حلو قوي. تسلم ايدك يا عم الشيف. تمام هعمل حاجه دلوقتي، معانا الدقيق هنا، دي المواد الجافه بقى اللي هي عباره عن دقيق. نوسع كده عشان مخرجنا الجميل عايز يشوف الصوره حلوه اهو. المواد الجافه هنا دقيق عليه بيكنج باودر،
نقلب الدقيق بالبيكنج باودر كده ونتاكد ان كل حاجه دايبه مع بعضيها اهو زي الفل. ننزل بالمواد السائله اهو، المواد السائله عندنا، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي اهو اهو، ونقلب ده كده اهو. احتاجت لعصير برتقال بننزل اهو، ونقلب كل الخليط ده مع بعض اهو. وعندنا قوالب المافن، المافن بتبقى شويه العيار بتاعه تقيل شويه غير الكيكه اه، يعني بيبقى فيه عناصر غذائيه، يعني بتعملي مافن بجزر، مافن بالخضار، مافن بالبرتقال، مافن بالموز، مافن بالتفاح. ايه قصه المافن؟ المافن ده لما بيطلع من الفرن بيشرب عصير برتقال او العصير اللي هو تابع له شايف الخليط ده كده وزي الفل اللهم صل على النبي شايف القوام ده كده مخرجنا زي الفل نجيب القوالب بتاعتي زي الفل تمام، ونرفع كل حاجه من هنا عشان نوسع ونعبي فين في القوالب بتاعتنا. قوالب المافن معانا زي الفل اهي. دول كام؟ 3 3 6 9 حلو قوي. ونحطهم هنا كده. مخرجنا الجميل بقى ايه؟ سيبنا عيش مع عينيه، سيبنا عيش بقى مع القوالب بتاعت الحلوه دي كده. حلو الكلام. بس اعمل هنا ايه تركايه حلوه كده هتعجبكم قوي التركايه دي على فكره، هتدعي لي. نحط كده شويه عصير برتقال هنا، شوف انا هعمل ايه بس كده عشان الخطوه دي مهمه جدا ده عصير برتقال. عملت ايه يا عم الشيف؟ عصير برتقال. هحط المغرفه بتاعتي دي في عصير البرتقال ده كده، شوف الحركه دي واحطها هنا. بص عليا بقى ايه اللي هيحصل هنا كده ايه اللي هيحصل الله عليك الله عليك واحط هنا كمان الحاجه بتنزل من المغرفه ما فيهاش بص عليها كده التركايه دي بص حبايب المصورين اساتذتي حلو نفس القصه عصير البرتقال ونعبي. سيبنا عيش بقى في العبوه دي كده وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، اكون عبيت المافن ده الحلو ده كده، ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل سلطه الخس بالتفاح، وعندنا حته لحمه بتستوي على النار، وعندنا مافن البرتقال في الفرن حاجه جميله النهارده، وحقوق الطبع لدينا وبس في ايام العيد المباركه. كل سنه وانتم طيبين. بنعمل طاجن تورلي جميل جدا في كل انواع الخضار من خير ارضنا بصلصه البيستو. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نقدم حته لحمه مشويه. ممكن يكون سعرها غالي شويه، الانتر كوت طبعا في الجزء العلوي من العجل اللي بينذبح بتبقى نسبه دهون فيها شويه، حته ملبسه ما بتاخدش وقت كبير على النار زي ما حرفين شو حضراتكم كده، هي خلاص مستويه. بعمل الصوص بتاعها اللطيف الحلو، العب هو ده زي الفل. معايا القوام بتاعي ده كده، الصلصه دي هتنزل عليها دلوقتي. طبعا انت مش مطلوب منك هنا النار سخنه معانا، مفيش مشكله، بس طبعا انتوا عارفين علشان انا وقت البرنامج فلازم تكون النار شديده معايا. انت في مطبخك رايقه كده زي الفل ادي الصلصه بتاعتي بالشكل ده كده اهي. دي عباره عن ايه يا شيف؟ عباره عن فلفله حلوه هريسه حمراء، معاها خل بلسمك، معاها روزماري، معاها زعتر، معاها زبده، شايفين مع بعض كده، فلفل اسود مجروش بنزل بيها على حته اللحمه كده اهي. ايه رايك في الصوره الحلوه دي يا شفي؟ واسيبها تاخد غلوه في قلبها كده. بجهز طبق التقديم معانا بالشكل ده كده، طبق حلو زي الفل كده تمام. ايه الاخبار؟ اهي غلوه، يتعرفوا على بعض كده. حته لحمه ملبسه فيها كل حاجه حلوه انا بحبها. باخد تغرفه هنا كده. بصراحه انا لو باكل دلوقتي هقدمها في نفس الطاسه، يعني حابب ان انا اقدمها في نفس الطاسه يبقى شكلها حلو اهي. شايفين كده ما شاء الله، يعني على قد السرفيز اللهم صل على النبي زي ما هي كده. وانزل بالصوص ده كده بتاعي الله مركب حته لحمه، هنسيب اللحمه وناكل الصوص بتاعها الحلو ده كده. الف انا وشفا حلو قوي. تعالوا نروق السرفيز بتاعنا ومعانا سلطه حلوه
هنجهز الدرسنج بتاعها، عبارة عن خل بلسمك وعصير ليمون، واحنا او خل التفاح، واحنا عارفين كلنا خل التفاح قيمته الغذائية حلوة، بس نصيحة مني ده طبعا ما تستخدمهوش او انك انت تحطيه في الاكل ويبقى على الريق، يعني تبقى المعدة فاضية، لازم تكون المعدة مليانة بالشكل ده كده. طيب ممكن عندنا جزر زي ده كده، بنحط هنا شوية جزر حلوين بالشكل ده كده، ده فجل احمر مبشور بحطه هنا كده. الفجل الاحمر ده على فكره اللي بيطلع منه الصلصه الصيني او الصوص الصيني. حلو الكلام بالشكل ده كده زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل السلطه دي بسرعه بتاعتنا، هنعملها مع بعض ازاي. الوسابي صوص، الوسابي صوص على فكره اللي هو من المطبخ الياباني او الصيني، بيطلع من الفلفل من الفجل بتاعنا الجميل الحلو ده الاحمر او الابيض. هنعمل دلوقتي صلصه السلطه، نشوف الكب كيك اخباره ايه. صلى على الحبيب قلبك يطيب، المال الحلال ربك مبارك فيه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ لا انا عايزك تشوف الصوره الحلوه دي كده، عايزك تشوف الجمال ده. ده الكب كيك او المافن كيك بالبرتقال، مقاديره على الشاشه، يا ريت نطلع بها كده للساده المشاهدين واحنا بنشوف الحلاوه بتاعته. وهو في قلب وهو سخن كده بعمل حاجه لطيفه قوي. ايه هو؟ لا عصير برتقال. ده مش محروق، هو لونه ده، خلي بالكم. عصير برتقال ينزل عليها كده بتشربها على طول. ممكن نحط شويه سكر باودر زي ما احنا عايزين، مفيش مشكله. عصير البرتقال ينزل على المافن ده كده يشرب كده بالشكل كده. ده عصير برتقال فريش الحلو ده، بهديل الاطفال الحلوين والله العظيم، احلى من الكحك. جواها برتقال وشاربه برتقال، والعجينه فيها برتقال. كلنا عارفين البرتقال فيتامين سي، مصدر غني جدا لفيتامين سي، واحنا محتاجين فيتامين سي علشان يعلي المناعه بتاعتنا ويقوي جهاز المناعه. زي الفل. هغرفها لحضراتكم كده سريعا بسرعه بالطبع الحلو ده كده، وانا معاكم واحده واحده. سيرفيس حلو زي ده كده محترم زي الفل، ونستخدم شوكتين كده في الغرف. ايه قصة المافن ده تاني يا شيف مع بعض؟ حلو قوي. ده يعني حاجة بديلة للكحك، مش كل يوم هناكل الكحك، الكحك ده بناكله يوم العيد الصبح مع الشاي، أنا أحب القرايش اللي كانت تعملها أم الله يرحمها مع كوباية الشاي باللبن والله العظيم، وأقعد أكل مثلا 50 60 قرقوشة كده أحطها في الشاي، وقبل ما تنزل في كوباية الشاي وتدوب أكون أنا لقيتها. حلوين دول كفاية؟ عينيا كفاية، اسمع كلام المخرج هو ده. طيب نحط عليها سكر بودر، نحط سكر بودر حسب الرغبة اهو، عشان حبيبنا يشوف الصورة الحلوة. ده مافن البرتقال. اعملي لأولادك النهاردة، يعني ما تكتفيش بكحك العيد وبس. وجنبيه البرتقال عشان ما ننساش ان ده مافن برتقال. تعالوا نعمل السلطة بتاعتنا بسرعة كده، السفرة بتاعتنا مليانة، اللهم صل على النبي زي الفل. سلطة خس جاهز معانا، وبسرعة كده اعمل الدرسنج بتاعها، عبارة عن خل تفاح، معايا صلصة البيستو فاكرينها اهي، باخد شوية كده بسن السكينة اسقطهم هنا كده اهو. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ زي الفل. واضربهم كده واضرب بتاعي. معانا شوية زبيب حلوين، الزبيب مفيد، عنب مجفف اهو بينزل على السلطة الحلوة دي كده. نعمين مكانها زي الفل. معايا كمان فجل احمر مبشور، انا بحبه جدا في السلطه وخاصه في الفتوش، ويتعمل منه صلصات كتيره قوي، ونتعلم من اخواننا الصينيين واليابانيين بيستخدموه، وهو مصدر للوسابي صوص. الوسابي صوص بيطلع تاني من الفجل الابيض والاحمر، عشان نبقوا عارفين الصلصات الغاليه اللي هي اساس المطبخ الصيني والياباني طالعه من الفجل بتاعنا ده. مش هيبقى زي ده كمان، لان ده بتاعنا خير ارضنا لا يعلى عليه. حلو الكلام. ومعانا كمان جزر زي الفل. السلطه دي على فكره فيها كل حاجه حلوه. السلطه شكلها حلو، انا بحب اللون البرتقالي بتاع الجزر ده كده بيفتح الشهيه. عينيه حاضر. زي الفل. احنا في عيد بقى يا استاذ رحاب، زود لي الوقت شويه، ده المصروف بتاعي، انا مش عايز مصروف، عايزك تزودي لي الوقت بس. الله يبارك لك. هناخد السلطه نحطها كده بألف هنا وشفا اهي. تحطها دي على طول لما نتجمع على السفره،
يعني انا انصحك اي اي سلطه فيها خضره ورقيه زي الخس والجرجير، السلطه اللي هي فيها خضروات ورقيه زي الخس والجرجير يفضل تحط عليها الدرسنج بتاعها او الصلصه بتاعتها مجرد ما نقعد على السفره بتاعتها. السفره بتاعت النهارده في تاني ايام العيد، كل عام وحضراتكم بخير. كنت حريص كل الحرص ان انا احط قدامي كده هدف بعد العيد، زي ما احنا مع بعض كده في اجازه العيد كنت حريص ان احنا نكون مع بعض، كنا في رمضان خطوه خطوه، في العيد كمان نقدر ان احنا نتخلص من الدهون اللي كناها والحاجات الدسمه. عملت طاجن تورلي جميل جدا، هو سيد السفره، في كل الخضروات مع البيستو سوس يعني اوميجا 3 مع الرئين الجمل او اللوز مطحون طبعا مع الريحان والثوم. عملنا حته لحمه مشويه اللي هي الانتر كوت جميله جدا، حته لحمه ملبسه حلو مستويه واخده صوص لطيف وحلو بخلي البلسمك مع المستردة صوص والهريسه اللي هي الفلفله الحلوه الطابع الشرقي فيها. معانا مافن جميل جدا بالبرتقال، انا شخصيا بعشقه ده مع كوبايه القهوه وكوبايه الشاي، خلص الكلام. معانا سلطه جميله تتحدث عن نفسها، لوحه فنيه عباره عن خس كابوتشا وخس بلدي بياخد الخل التفاح مع الصوص اللي انا عملته، وكمان زيناها بالجزر والفجل الاحمر بتاعنا الجميل. رؤية فن إبداع، كل عام وحضراتكم بخير، والشعب المصري الشعب الأصيل بخير وسلام يا رب وإيد واحدة، وكل سنة وأنتم طيبين، وبكرة إن شاء الله برضو لنا مفاجآت مع العيد. كل سنة وأنتم طيبين، شكراً.